لكم هذا النهار انا ماما هادي ندير معكم واحد اللعبه مسليه وغير مكلفه باش نبعدوا ولادنا على الالكترونيات. هما هذا الشكل ديالهم فقط بالبابي تواليت وبأشفكار بسيطة وتزيينات بسيطة، يمكن لوليداتكم يزينوا بها حتى الغرف ديالهم اللي مالا. بقاو معانا، ما تنساوناش باللايكات ديالكم لي كومونتير ديالكم، واللي مازال ما شاركش في القناة طبعا مرحبا بيه. غادي نقدموا لكم هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاجوهم باش نديرو الخط ديالنا. غادي نحتاج البابي تواليت، واحد المقص، لاكول، فتر اسود، واحد الورقة حمراء، اوراق ملونة كيكون داكشي الاختيار ديالكم. هنا بغينا نبدلو، يمكن لكم تصبغوهم هادو او لا تغلفوهم هكا بالاوراق الملونة، كيبقى لكم الاختيار، او فقط تغلفوهم بهاد الاوراق. هاد الاوراق كنظن الثمن ديالهم رخيص ويمكن لكم تستغلوهم في العاب بحال هكا كيكونوا مسليه. يلا غادي نبداو على بركه الله. يلا غادي ناخذوا هاد الاوراق، غادي نديروها هكا وغادي نشوفوا حنا القياس. القياس ياك بغيتي الاحمر انت غادي تصاوبي الاحمر. يلا غادي ناخذو هكا، غادي تعبروا القياس بالضبط باش من تقطعوا ما ديروش الخطا هكذا. غادي ديري هنا هنا باش ما ديري جوج ديال الخدمات، وتقطعي هنا تراسي تما. رحمك الله هذاك صاحب عليك. هنا غادي ناخذو المسطره وغادي نسطرو باش يجينا باش يجينا هكا. نصاوب مزيان هكا، غادي ديري نفس الشيء. نشوف هنا واش عبرتي نيشان باش ما يكونش خاطئ. غادي تهودي عليها شويه، تهودي عليها شويه وتقطعي هاد هكا. صافي هنا من بعد ما قطعنا هذاك الورق غادي نلصقوه. يلا انا غادي ناخذ الوجه هذا غادي نديروا عليه لاكول. غادي نحاولوا ندهنوا هاد الورق كله تقريبا بلاكول. هنا غادي نجيبو الورق، غادي نجيبو هكا البابي ونحاولو غادي نثبتو هكا ونبداو حنا كندورو فيه وحنا نردو البال يعني باش ما يخرجناش هكا للجانب. يلا هاكي باش يتغطانا الورق كامل. يلا غادي تيبس لك لاكول. صافي هنا هيا تبتوه مزيان هكا الورق. معليش الا جات عندكم هنا واحد الزيادات يمكن لكم تقطعوها بالمقص، يعني هاد الزيايد هنايا اولا كتطويوها هكا هكا فقط، تقدروا تطويوها ماشي مشكل هكا. ونفس الشيء هنا كنديروا لها هكا، ها هو الشكل اللي حصلنا عليه ديال لونين مختلفين. هنا غادي نرسمو بهذاك فهداك الورق اللي بقى لنا الاعيون. انا هذا الازرق غادي ندير فيه الاحمر، وبنتي هذا الاحمر غادي دير فيه الازرق، يعني غادي نخلفو صافي. غادي نرسمو هكا اعيون الشكل اللي بغينا. هنا غادي
لهم بحال هكا مثلا بغيتو ديروهم بالملون الاسود يمكن لكم، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا غادي نديرو كذلك واحد الفم، يعني تقدروا ديروا حتى دائري ماشي ضروري، لاننا حنا ما كنمثلوش هنا شي حيوان او لا، او فقط شكل يعني للتزيين. تقدروا ديروها تزيين الانتيغيير هكا. هنا بنفس الكيفيه غادي نطراسيه. هنا غادي نمروا باش غادي نلصقوا هذوك الاعين اللي صوبنا والفم، يعني هكا غنديروا شيت على كل الاعين والفم. يلا حتى انت لصقي ديالك. هنا عفوا، هنا كذلك هذه بنفس الكيفيه، وغادي نلصقوا الفم كذلك. هنا من بعد ما صافي وجدناهم باش غادي نعلقوهم، غادي ضروري اننا غادي ندير واحد الثقب هنا واحد الثقب هنا، وكنستعملوا اي خيط او غيبون ولا باش كان نعلقوهم. هنا غادي ندير واحد الثقب هكا. هاد فهاد المجهز خاصكم يكون معاكم واحد لادلت، من الافضل ان شي واحد يعني يساعدكم باش ديروا هاد الثقب هنا وهنا هكا. وغادي ندير نفس الشيء هنا هنا واحد الثقب. كيمكن لكم كذلك تلصقوه الا كان عندكم هذاك بيستولي ديال الشمع او اللايف، كلكم تلصقوه به ماشي مشكل. صافي هنا هذا هو ثقب هكا على حساب الخيط يدخل تما. انا هنا غادي نستعمل هذا الخيط، هذه الحاشيه كانت عندي، وانتم يمكن لكم تستعملوا اي خيط ماشي مشكل. هنا غادي نحاولوا ندخلوها هنا، وغادي نديروا واحد سويك واحد العقده هكا، ونعاودوا نفس الشيء هنا ندخلوها من هذا الجنب. هكا نديروا عقده ثانيه غادي نكمل هنا بنفس الطريقة باش ندير حتى الجانب الآخر أو لا اللعبة الأخرى هكا. يقدر يكون هنا من بعد ما كملنا هاد درنا لهم هاد الغيبون، كيبقى لنا أننا غادي نزينهم هنا في الأسفل بهاد الشرائط، هاد الشرائط البيضاء غادي نزينو بها. هنا مثلا هذا غادي نطويوه هكا على ثلاثة او الاربعة، المهم على حسب شحال بغيتو السمك ديال داك الشريط، وغادي تقطعوهم باش غادي نلصقوهم هنا. هنا غادي نديرهم على اربعة حسن كيما بغيتي، هنا اربعة مثلا هنا هكا باش ميجيش كبير بزاف هكا أربعة. هادي أنا لاكولوغ اللي غادي تستعملها إسلام. هنا أنا غادي نستعمل هذا كذلك هكا، وغادي نقطعوهم يعني هكا
على شرائط فرديه ونطلاقه. صافي هنا من بعد ما قطعنا هاد الشرائط هكا القياس اللي بغيتو، المهم كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نستعمل الازرق والابيض، وبنتي غادي تستعمل الابيض والاحمر. صافي غادي ناخذو نبداو هكذا كنلصقوا فيهم على هاد الشكل. يلا تنتي تلصقيهم هكذا وكتلصقي في هذه. كنديروا شريط ازرق مثلا وشريط ابيض، يعني كنخلفوا الالوان باش يجي المنظر زين. هكذا صح عليكم لحقاش هكا هذا خفيف هكا بهذا الشكل. وكنحاولوا نديروا لون بلون حتى كنكملوهم كاملين. هاد هكذاك بحال هذاك الشكل هكاك. ورينا الشكل اللي درتي. لا كتلصقيهم من الداخل ماشي من الخارج، كتحافظي على المنظر ديالها، كتلصقي من الداخل ماشي من الخارج. يلا عاود كما هاد الشكل اللي درت انا. كيمكن لكم ديروا حتى يعني الوان عديده. هادو هما اللعبات ديالنا كيجيب بهذا الشكل هذا كما لاحظتوا. هذا هو الشكل النهائي ديال اللعبات اللي صاوبنا اليوم، يعني باشياء بسيطه صاوبناهم. كيمكن لوليداتكم يعلقوهم في البيوت ديالهم، كيجي المنظر ديالهم هائل. ها هو كما لاحظتوا يعني من لا شيء لعبنا شويه وشي حاجه مسليه لوليداتنا. بعدهم على الاكل صافي هذا هو الشكل ديالهم. ما بقى لنا غير نقول لكم سلام عليكم.